شارفت بطولة الأندية العربية لكرة السلة التي يستضيفها نادي بيروت تكريماً للراحل أنري شلهوب على نهايتها. وللمرة الأولى منذ سنوات عديدة شهد لبنان عودة الأندية السعودية للمشاركة في البطولات التي تقام في ربوعه. الترحيب والحضور في الجمهورية اللبنانية وضيافة نادي بيروت والاتحاد اللبناني، وهذا يسعدنا طبيعة الحال أنه نكون متواجدين في اللقاءات العربية عربية إن شاء الله. إشادة بالدور التنظيمي المميز للنادي المضيف بيروت بعد عام واحد فقط على وجوده في عالم الأضواء، نجح بترك بصمته على الساحتين المحلية والعربية. مشاركة كانت مشاركة ممتازة، تنافس قوي، بدليل أنه فرق النتائج لبعض الفرق تأتي في الفترة الرابعة من المباراة ويكون النتيجة أعلى، لكن كمنافسة قوية في مراحلها فأنا أعتقد أنها كانت جيدة جدا. إعداد للبطولة من فترة طويلة جدا، وعلشان كده وصلنا للمحطة الأخيرة اللي هو تنظيم البطولة على أعلى مستوى. وبحب بالمناسبة دي برضو أشكر الاتحاد اللبناني برئاسة الأخ العزيز أكرم الحلبي على دعمه الكامل للبطولة، وشكر خاص طبعا للأستاذ نديم حكيم رئيس نادي بيروت، بصراحة وفر جميع الإمكانيات. نجاح البطولة أعاد لبنان إلى الخارطة العربية كبلد قادر على احتضان أشقائه العرب رغم كل الظروف الصعبة. البطولة قوية جدا، في مباريات في الدور التمهيدي كانت تستحق أن تكون نهائي للبطولة، وده بيدي مدلول كبير جدا أن البطولة تنظيميا وفنيا على أعلى مستوى. نادي بيروت أقام حفل عشاء على شرف الوفود المشاركة في البطولة، تخلله تبادل للدروع التذكارية على أمل أن يكون الختام الفني مسك في المباراة النهائية ليلة غد الجمعة. إبراهيم وهبي، قناة الجديد.